مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم إلى هذه التغطية اليومية لأبرز مستجدات الأحداث وقضايا الساعة. نبدأ فترتنا اليوم بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، فضلا عن زيادة معدلات تشغيل النساء ودمجهم في سوق العمل وتنمية مهاراتهم. تعزيز للامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت مصر عليها. سرعة انتهاء وزارة القوى العاملة من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، قيام الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع القطاع الخاص بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل وتحقيق بيئة عمل آمنة وزيادة معدلات تشغيل النساء ودمجهن في سوق العمل وتنمية مهاراتهن وحماية المرأة العاملة وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة في إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في مجال العمل التي تم إطلاقها عام شكرا. ده حقكم، ده حقكم، ده حقكم، ربنا يوفقكم. إطلاق حملة قومية لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع، وتشجيع الشباب على الاندماج في العمل الحر وريادة الأعمال وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وينضم إلينا لمناقشة هذا الموضوع الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم عبر الهاتف. دكتور صلاح، كيف ترى إطلاق منصة حوار للتواصل بين الحكومة والمواطنين كجسر للتواصل وتبادل الآراء قبل اتخاذ القرارات النهائية؟ صباح الخير يا فندم. طبعا إطلاقها يعني جديدة للحكومة المصرية في إطار التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية، وده أحد المؤشرات الكبرى للأمم المتحدة، وهو مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية. فمصر باعتبارها أحد الدول المهتمة بعملية التحول الرقمي والرقمنة والحكومة الإلكترونية، سعت في هذا الإطار يمكن من أكتوبر الماضي حينما دعت في خلال المؤتمر الاقتصادي بدعوة الحكومة ومجلس الوزراء لإنشاء منصة للحوار. هذه المنصة الغرض منها هو تبادل وجهات النظر والخبرات والتجارب ما بين المواطنين والخبراء والحكومة، والتعرف على ملاحظاتهم وآرائهم بشكل كبير جدا، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والقضايا الاجتماعية. ده تواصل مباشر جدا ما بين المواطن وبين الحكومة. المنصة بتضم 6 أقسام رئيسية، طبعا بالإضافة إلى الأمور المتعلقة بالتعريف بالمنصة وأهدافها وإزاي الناس بتشتغل عليها وكيفية التسجيل، لكن في قسمين مهمين جدا وهو منتدى الحكومة وحوار الخبراء. منتدى الحكومة طبعا بتبقى الدولة أو الحكومة حريصة على التعرف على وجهات نظر المواطنين في التعرف على المشروعات الاقتصادية الكبرى وأهم العوائق التي تواجه المواطنين في التعامل معها، قياس الرأي العام فيما يتعلق بها، لو في أفكار جديدة متعلقة بهذه المشروعات أو تطويرها أو الأثر بها، برضو يتم تسجيل هذه البيانات خلال هذا المنتدى، وهو منتدى الحكومة. وأعتقد أنه خطوة مهمة جدا لتفعيل العلاقة ما بين الحكومة والمواطن. الثاني وهو المهم جدا وهو حوار الخبراء، وحوار الخبراء ده بيتم ان انا ده مخصص للخبراء والمتخصصين في هذا المجال، خاصه القضايا الاقتصاديه والاجتماعيه، وده بيتم من خلاله التعرف على اهم التجارب والخبرات اللي هم عندهم والتي يمكن تطبيقها من خلال الحكومه، لان طبعا فكره الاتصال المباشر وان ازاي الدوله تقدر تتعرف على خبرائها وعلى علمائها وعلى اصحاب الخبرات المتميزه صعب جدا، لكن
هذا المحور على وجه التحديد يمكن هيكسر حواجز السلة الحديدية اللي مقصورة على نوعية معينة من الخبراء، ويتعرف على أفكار جديدة ورؤى جديدة وخبراء جدد، وبالتالي مبدأ تكافؤ الفرص والوصول إلى بالأفكار إلى طبعا إلى القيادة السياسية وإلى الحكومة هيكون مفتوح، لأن طبعا هتكون في لجان متخصصة لتنقية هذه البيانات والتعرف على الخبراء وخبراتهم وتصنيف هذه البيانات وعرضها طبعا على مجلس الوزراء، وإذا كان هناك أفكار جيدة قابلة للتطبيق هيتم عرضها على القيادة السياسية، بحيث يبقى احنا عندنا مجتمع واقعي وعندنا كمان مجتمع إلكتروني احنا من خلاله بنتواصل بشكل معين، وطبعا الاثنين يخدموا على بعض بشكل واضح. نعم، طيب هناك أيضا تزامن بين إطلاق منصة الحوار وانطلاق الحوار الوطني، كيف ترى هذا التزامن؟ هو في منصة طبعا للحوار الوطني اللي هيتم يعني إطلاقه بكرة بإذن الله 3 مايو، وبين طبعا هذه المنصة أعتقد الاثنين هيتكاملوا مع بعض بشكل كبير، لأنه طبعا فكرة تبادل البيانات نحن الدولة المصرية حريصة على أن يكون هناك قاعدة بيانات موحدة للدولة المصرية بحيث تقدر تخدم على كافة قطاعات الدولة وبرامجها ومشروعاتها. فكرة ان وجود اكثر منصة الكترونية بيتم تفريغ هذه البيانات وخاصة في قضايا معينة، احنا بنقول يمكن هنا الحكومة بتسبق الحوار الوطني بخطوة كعادتها، وتقدم للمواطن منصة جديدة لإبداء الرأي والتعبير عن الأفكار والأطروحات والمشكلات. أعتقد أنه هيكون في تبادل ما بين اللجان القائمة على منصة الحوار الوطني في مجلس الوزراء وبين منصة الحوار الوطني اللي بيرأسه طبعا الدكتور ضياء رشوان بمجلس الأمناء، هيكون في تبادل في المعلومات. في النهاية احنا بنصير رؤية واحدة عن قضايا الدولة المصرية ويتم عرضها على القيادة السياسية، بتبقى طبعا هذه الرؤية مش بس جانب واحد اللي هيقدمها، لا كل الجوانب هتقدمها بس طبعا في إطار البيانات والمعلومات المتاحة على الأرض سواء من خلال منصة الحوار أو حتى من خلال الحوار الوطني، لكن احنا هنشتغل طبعا بشكل كبير جدا على كل هذه البيانات بحيث نقدم رؤية واضحة نبني عليها برامج ومشروعات قادرة على مواجهة قضايا المواطن المصري والارتقاء بيها. واحنا طبعا على فكرة كمان انه الدولة المصرية عشان تقدر تعمل منصة الحوار دي استفادت بعشر تجارب دولية مهمة جدا، سواء زي اليابان والسعودية والامارات وعمان وسنغافورة والاساتونة، يعني اكتر من 10 دول لهم تجارب متميزة في مجال المنصات الحوارية استفدنا بيها وطورنا فيها، بحيث احنا عندنا كمان منصة كبيرة جدا وفقا للشروط والمعايير التي حددتها الامم المتحدة المتوخصة المؤشر المتعلق بتنمية الحكومة الالكترونية، واحنا ان شاء الله يعتبر دي اول خطوة لي ان شاء الله السنة اللي جاية نكون ان شاء الله باذن الله يمكن من افضل 10 دول قدرت انها تستفيد من هذه المنصة الحوارية. نعم، طيب برأيك ما هي أبرز الملفات التي يمكن لمنصة حوار أن تساهم في طرحها وتزيد التنسيق بين المواطن والحكومة؟ نعم، هو طبعا فكرة المنصة أساسا يعني تم إطلاقها في المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في القاهرة في 2000 في أكتوبر 2022، وبالتالي أنه هو كان منبع الفكرة هو فكرة اقتصادية على وجه التحديد، تم إضافة هذا الموضوع إلى القضايا الاجتماعية، فإحنا بنتكلم حول القضايا الاقتصادية والقضايا الاجتماعية، هم دول القضيتين الأساسيتين، طبعًا القضايا الاقتصادية بالأنشطة المختلفة المتعلقة بها سواء المشروعات المتعلقة بالإنتاج والتصنيع والتمكين الاقتصادي والتشغيل، كل ده بعد اقتصادي والتصدير والاستثمار، دي قضايا كلها مرتبطة، وبالتالي هيستفيد المستثمرين سواء الصغار أو الكبار من هذه المنصة، والشباب المقبل على مشروعات إنتاجية جديدة هيستفيد طبعًا من هذه المنصة لأنه هيقدر يعرض أفكاره وآراءه وأحلامه طبعا من خلال هذه المنصة، وبالتالي الدولة هتستجيب لذلك. القضايا الاجتماعية طبعا دي قضايا عديدة جدا، ربما هتاخد الجانب الأكبر من المنصة الحوارية، القضايا الاجتماعية عديدة جدا سواء مرتبطة بالظواهر الاجتماعية الجديدة زي ظواهر التحرش، ظواهر الطلاق، الزواج المبكر، عملية الأطفال، أطفال الشوارع، التفكك الأسري، إدمان المخدرات، كل دي قضايا مرتبطة بالقضايا الاجتماعية، وأحيانا دايما بنقول القضايا
الاقتصاديه والاجتماعيه مخرمه على كافه القضايا الاخرى، فمش هنلاقي نفسنا بعيدنا قوي عن القضايا الثقافيه. ولما هتكلم عن الاقتصاد مش عمري ما اكيد هكون اقتربت من السياسه، بس هتكلم بقى يعني السوشيال بوليسيز، يعني قضايا السياسات الاجتماعيه والسياسات الاقتصاديه. مش هنتكلم عن البابليك اللي هي القضايا العامه، السياسه العامه المرتبطه بالانتخابات والكلام ده، لا لا، المنصه فقط مرتبطه بالقضايا الاقتصاديه بمحاورها المختلفه والعديده، وايضا القضايا الاجتماعيه. نعم، بالنسبه لطرح المنصه لمعلومات عن سوق العمل، كيف ستسهم هذه المعلومات الموجودة على المنصة في زيادة فرص العمل بالنسبة للشباب رجال ونساء؟ هنا يعني أكثر ما يميز المنصة أنها فكرة تبادل، يعني تبادل معلومات وتبادل آراء. يعني الحكومة هتعرض ما لديها في المنصة بشكل دوري من أخبار، من خلال أخبار أو قرارات متعلقة بالقضايا الاقتصادية والقضايا الاجتماعية، وبعدين كمان المواطن يقدر يبدي رأيه فيها بشكل واضح، ونقدر نقيم القرار كمان قبل تفعيله، بحيث إن احنا نقدر نلحق، يعني مش لسه هيتطبق وبعد كده يفشل وبعد كده نبدأ نعدل، لا، من البداية خالص احنا هنطرح الفكرة، وبالتالي الناس هتقول رأيهم فيها، يكون في حوار مجتمعي عليها، ثم بعد ذلك يتم إقرار هذه السياسات او هذه البرامج. فكره بقى المعلومات المتعلقه بسوق العمل ده، يعني طبعا ده ضمن القضايا الاقتصاديه والاجتماعيه يعني ايضا. ويمكن السيد الرئيس وجه في حواره امس في عيد العمال اهميه تكافؤ الفرص في العمل في النوع الاجتماعي والجندره، وان يكون هناك مساواه في التشغيل ما بين الرجل والمراه، وان المراه تاخذ دور كبير جدا في مساله التشغيل. فكره كمان البيئه الامنه للعمل، واعتقد ان ده يعني محور مهم جدا اتكلم فيه في فخامه الرئيس امس، وهو ان انا اقدر اشتغل في بيئه امنه بحيث العامل يبقى امن على حقوقه سواء كان متعاقد او معين، في طريقه للشكاوي تبقى واضحه جدا، في مسارات محدده وعادله للترقي واختيار الكفاءات. طبعا دي كلها مسارات مهمه جدا. فكره ان عايزين نشتغل زي الدول المؤسسات الاجنبيه، اللي هو دايما لو انا هشتغل عندي 10 عمال يفضل ان يكون 10 نساء و10 رجال. وطبعا فكره ثقافه العمل، يعني فكره ثقافه العمل والمبادرات التي دعا لها السيد الرئيس، وهو تغيير الصوره الذهنيه للمواطن المصري وخاصه الشباب فيما يتعلق ببيئه العمل واهميه العمل ورياده الاعمال، ده طبعا محتاجينه، واعتقد ان المنصه هيكون لها دور كبير جدا في هذا الامر. طيب، بالنسبه لتاكيد الرئيس دائما على مشاركه المراه في سوق العمل، كيف يمكن ان يؤثر ذلك على مفهوم عمل المراه في المجتمع بشكل عام؟ يعني اعتقد ان المراه، يعني المراه يعني في مصر يعني ان شاء الله قدرت انها تاخد حقها السنوات الماضيه، وخاصه في عهد الرئيس، سواء في التمثيل البرلماني في غرفتي البرلمان والشورى، وحتى التعيين في المناصب القياديه العليا، وحتى دخلت السلك القضائي. اصبحت المراه يعني بتمتاز بالكثير من الحقوق، هناك مشروعات كبيره متعلقه بالاسره، والاسره طبعا المراه هي عصب الاسره. فكره سوق العمل، افتتاح سوق امام عمل المراه متاح جدا، ولكن نحن الان نعمل على التمكين الاقتصادي للمراه، ونعمل على تنمية قدرات المرأة عشان تقدر تستوعب وتستفيد من الفرص المتاحة، لأن ممكن أنا أتيح فرص تشغيل المرأة ولكن قدرات المرأة لا تؤهلها لذلك، يعني في فرصة وفي موارد بس ما فيش قدرات، فإحنا هنشتغل على توفير الفرص والموارد أمام المرأة للعمل، ولكن يتبقى أن كمان نعمل على تنمية قدرات المرأة، وده كل المؤسسات وأعتقد منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص الآن بينظم دورش عمل ودورات تدريبية لبناء قدرات الشباب، وخاصة طبعا من النساء والفتيات، علشان يقدروا يستفيدوا من الفرص المتاحة ما تروحش للأولاد. هي الفكرة أن أنا عايز أشتغل، وطبعا دي متعلقة بثقافة التعليم داخل الأسرة، أن أنا بدل ما كنت بركز على تعليم الولد وأديله أولوية عن تعليم البنت، لا، دلوقتي الأسرة نفسها بدأت أنها تهتم بتعليم البنت زي تعليم الولد، وده هيدي الفرصة، يعني هيدي الفرصة بالنسبة للفتيات والإناث أنهم يلتحقوا بسوق العمل، يعني الفجوة النوعية في التشغيل ربما هتقل. لو احنا قلنا عندنا 30 مليون حجم القوى العاملة في مصر، منهم 6 مليون بس من السيدات، أتوقع إن شاء الله في السنوات القادمة إن احنا 30 مليون دول هيكون نصهم سيدات والنص الثاني ذكور، وده هيبقى طفرة إن شاء الله في التنمية في مصر.
أشكرك دكتور صلاح هاشم أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم. أيضا أعلن المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني المقررة غدا الأربعاء ستكون مفتوحة أمام كل وسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية، وذلك استمرارا لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الأمور. وقال منسق الحوار الوطني أنه استمرارا لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة، فممثلو وسائل الإعلام والصحافة المصرية والأجنبية المعتمدة في مصر مدعوون جميعا لمتابعة الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني المقرر عقدها غدا داخل قاعة المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر. وأوضح المنسق أن حضور الصحفيين والإعلاميين للتغطية لا يحتاج إلى دعوة مسبقة، وسيكون لممثلي وسائل الصحافة والإعلام المصرية بموجب بطاقات وخطابات الاعتماد من نقاباتهم وجهاتهم الصحفية والإعلامية. وبالنسبة لممثلي وسائل الصحافة والإعلام الأجنبية المعتمدة في مصر بدعوات من الهيئة العامة للاستعلامات. ومعنا للتعليق على هذا الخبر الدكتور رشاد عبد اللطيف أستاذ تنظيم المجتمع بجامعة حلوان. دكتور رشاد، يعني كيف تابعت مسار الاستعداد بتشكيل لجان الحوار حول الوصول لمرحلة الانطلاق غدا؟ اولا كل الشكر ليكم على اهتمامكم بقضيه الحوار الوطني، وانا يمكن تابعت هذا الموضوع من خلال الاذاعه ومن خلال التلفزيون، وايضا من خلال كلام حبيبنا واستاذنا الدكتور رشوان. انا بقول كالاتي، ان الحوار الوطني ده وسيله لجمع كل الاراء. لا يوجد مجتمع متقدم يستطيع ان يحرز اي نوع من التقدم او يعني النجاح في اعماله الا من خلال اتاحة الفرصة لكافة الفئات الموجودة في داخل المجتمع لاعطاء رأيها فيما يعرض من قرارات او ما يعرض من مشروعات في المجتمع. بنفتح الحوار للنقابات المهنية، بنفتح الحوار للمثقفين، بنفتح حوار لكافة العناصر المشاركة سواء من احزاب او غيرها. دي كلها بتدي رأيها فيما يعرض من قضايا تهم الوطن وتدفع به إلى الأمام، أكثر من التركيز على رأي واحد. رأي الجماعة دايما أو رأي يعني أفراد المجتمع ككل ووحدات المجتمع ككل في نوع من العدالة وفي نوع من الحرية وفي نوع من عرض كثير من الأفكار التي تفيد المجتمع وتطوره، سواء في برامج الرعاية الاجتماعية أو الاقتصادية أو البنية التحتية أو قضايا تتعلق بالعلاقات مع الدول الأخرى. كل هذا يمكن أن يشمله الحوار الوطني. يعني الموضوعات، أهم الموضوعات المطروحة على أجندة الحوار، كيف تتوقعها وكيف ترى سير الجلسات في مختلف لجان المؤتمر؟ أظن أن يعني نقسم الكلام ده إلى جزئين. الجزء الأول الموضوعات، طبعا دي أجندة موجودة ومحددة من خلال أعضاء لجان الحوار الوطني ومن خلال القيادة السياسية. بتشوف رؤى الناس شكلها إيه، كيف يمكن الخروج من المشاكل التي يعاني منها أفراد المجتمع أو يعاني منها المجتمع ككل. قضية يعني قضايا بتتعلق بزي ما طرح فخامة الرئيس أمس عن العمالة غير المنتظمة وكي وعن إتاحة الحقوق والعدالة الاجتماعية ما بين الرجال والنساء في العمل، وأيضا عن العمل الحر وكيفية إقبال الشباب عليه حتى يمكن أن يعني نتيح فرص كبيرة لأفراد المجتمع للمشاركة وللعمل الحر. دي كلها قضايا بتطرح في لجان الحوار الوطني وبيوصل فيها الى رؤى يمكن من خلالها ان احنا نستطيع ان يعني نطور برامج الرعايه الاجتماعيه او المشروعات الاقتصاديه اللي بتهم البلد وترتقي بيه. طيب فيما يخص الموضوعات ذات البعد الاجتماعي وهي القضيه الاهم حاليا، ما الذي يمكن ان يقدمه المؤتمر في صياغه علاقه عقد اجتماعي اكثر توافقا في الوقت الحالي؟ الموضوع اللي سيادتك اشرتيه ده موضوع مهم جدا، وباعتبار راجل في الخدمه الاجتماعيه انا باكد عليه يعني في الحوار الوطني، وبقول ان القضايا المتعلقه بالرعايه الاجتماعيه وتنميه المجتمع
أيضا تحقيق التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030 بتشمل كثير من القضايا تتصل بالعدالة في العمل والعدالة في توفير الخدمات لمن يحتاج إليها من أفراد المجتمع، تشمل تطوير العشوائيات وكيف يمكن الارتقاء بهذه المناطق، وتشمل قضايا السكن لكل مواطن اللي أشار إليها فخامة الرئيس وقال إن سوف تشهد الفترة القادمة نهضة كبيرة جدا في عملية الإسكان، ويستطيع المواطن أن يحصل عليها في بأجور وب يعني أشياء بسيطة. أنا متهيألي إن القضايا اللي هي بتشمل الأجور وبتشمل العمل وبتشمل الصحة وبتشمل التعليم، كل هذه قضايا مهمة جدا وفيها رقي للمجتمع وفيها تطور للأفراد الموجودين، بدلا من الاعتماد على الحلول الجاهزة أو القنوات الجاهزة، لا، الحوار الوطني سوف يبرز كيف يمكن أن نضع حلولا لقضايا التعليم، وكيف يمكن أن نرتفع بقضايا الدخل، وكيف يمكن أن نتيح فرص عمل للشباب اللي موجودين، ويعني يمكن أن نحقق التوافق ما بين كافة فئات المجتمع. نعم، فكرة إتاحة جلسات الحوار الوطني لوسائل الإعلام بدون تصريح مسبقة، ما دلالة ذلك في رأيك؟ دلالة على إن إحنا يعني زي بقولها بالعربي بالبلدي كده البساط يعني واسع ويضم كل الآراء وكل الرؤى لها أن تتكلم، لا يوجد خوف من رأي، ولكن كل الآراء بتطرح وبمنتهى الحرية طالما من جهات معتمدة وليست مخربة في المجتمع، فالرؤى متاحة لكل فرد أن يعبر وكل الفئات تعبر وكل يعني ممثلي الجامعات وممثلي الأحزاب وممثلي الهيئات السياسية والنقابات المهنية وغيرها من هذه الأماكن. الحوار مفتوح وكل يدلو برأيه، لا توجد قيود، وذا دليل على أو يعني يعبر عنا إن إحنا لا نخبي أي شيء عن أي شخص، ولكن الحوار مفتوح للجميع وبدون قيود، ولكن لابد أن يكون في إطار نهضة مصر والارتقاء بمصر أكثر من عملية التخريب وعملية يعني إعطاء آراء هادمة للمجتمع. طيب، فكرة النقاش في هذا الحوار الوطني وطرح آراء مختلفة ووضع حلول مقترحة من التيارات المختلفة، كيف ترى إمكانية تنفيذ هذه الحلول على أرض الواقع والتنسيق بينها وبين الأجهزة؟ في بعدين مهمين جدا عشان نصل إلى حلول لأي آراء مقترحة. إن الآراء تقدم في ضوء الإمكانات المتاحة في المجتمع، والآراء تقدم في ضوء احترام أفراد المجتمع اللي بيعبروا عنها. إذا كانت بعيدة عن آراء المجتمع وغير معبرة عنهم وأكثر عن إمكانياتهم، فطبعا ده بيعتبر آراء يعني يبقى كأننا إحنا بنحرد في مية. لكن حينما تقدم الآراء في ضوء الاحتياجات الحقيقية لأفراد المجتمع وتقدم في ضوء الموارد المتاحة وفي ضوء الموارد الممكن نتاحها سواء من استثمارات داخلية أو استثمارات خارجية، هنا بنقول دي مقاومات النجاح. المقاومة النجاح المهمة أساسا أن الروح اللي بيتناقش بيها هذه القضايا واحترام هذه الآراء، الإنسان حينما يجد أن رأيه محترم ومقدر وبيتوضح له كافة الأمور قدامه بيستطيع أن يدافع ويقاتل من أجل تحقيق هذه الأهداف. أما إذا كانت المعلومات مغيبة ومثالية فأظن ده بيعتبر غير جيد. وأنا بعتبر الحوار الوطني ده وسيلة لأن كل الآراء مطروحة، كل الآراء بتعبر عن رأيها، كل الآراء بتستند إلى الموارد وإلى القيم الموجودة في داخل المجتمع. لا، وأنا أظن أن دي كلها محددات، أنا شايف أنها محددات تسهم في نجاح قضايا الحوار. وأظن اللقاء اللي تم في من فترة بالمؤسسات الأهلية الخاصة بالحوار الوطني وغيره كان دليل على أن إحنا قريبين قوي من نبض الشارع، وبالتالي أنا أتوقع بإذن الله أن يكون عائد أو حصاد هذا الحوار نافع بإذن الله للمجتمع. نعم، أشكرك دكتور رشاد عبد اللطيف أستاذ تنظيم المجتمع بجامعة حلوان، وأتحول للدكتور محمد الشواتفي أستاذ الاقتصاد وعميد تجارة الزقازيق سابقا. دكتور محمد، يعني أسألك أيضا عن انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني
غدا الأربعاء، وكيف ترى أهمية هذه الجلسات وما تشهده المنطقة أو في ظل ما تشهده المنطقة من تفاعلات؟ تحياتي يا فندم لسيادتك والسادة المشاهدين. الحقيقة طبعا في ضوء دعوة فخامة رئيس الجمهورية بالحوار الوطني، أعتقد أنها فرصة كبيرة جدا للدولة المصرية على أساس أن الحوار الوطني يقدم لها رؤية مستقبلية على وضع الدولة وتصورات الدولة، وبالتالي تحقيق أمنية رئيس الجمهورية والشعب المصري حول الجمهورية الجديدة. وأعتقد أن هذا الحوار يجب أن ينطلق من ثلاثة محددات أساسية. المحدد الأول وهو الرؤية الأساسية للدولة المصرية في ضوء توقعات المواطن وبضوء أحلام المواطن المصري في المرحلة القادمة في ظل عالم يموج بالأزمات، وهناك تحديات كبيرة جدا تواجه هذا العالم. النقطة الثانية، يجب أن ندرك أن الحوار الوطني يقدم لنا رؤية مصر في ضوء تنافسية عالمية، أي في الفترة القادمة هناك تكتلات جديدة وعالم جديد وتصورات جديدة وقوة جديدة، فأين تكون الدولة المصرية في هذه الحالة حتى يمكن أن تكون دولة قادرة، دولة تنمية مستدامة في ضوء توقعات المواطن. النقطة الثالثة والمهمة جدا، يجب أن تنطلق الحوار أيضا من ضمن التحولات العالمية في ضوء الإدارة المعاصرة والاقتصاد المعاصر، وعليه يجب أن هنا محاورنا الثلاثة سواء في السياسي، المحور السياسي او المحور الاجتماعي او المحور الاقتصادي. هتكلم انا عن المحور الاقتصادي باعتبار ان الدولة المصرية تستهدف في ضوء رؤية تنموية كبيرة ان تبني اقتصاد تنافسي قائم على خلق القيمة المضافة، قائم على توطين الصناعة، وهنا يجب ان يكون هناك قواعد اساسية لتوطين الصناعة وقواعد اساسية لبناء اقتصاد قوي قائم على القدرة على التحويل وبالتالي قائم على المنافسة. من هنا تأتي أهمية الحوار الوطني. أيضا هناك جزئية أخرى وهو مشاركة المجتمع، كيف يشارك المجتمع، وبالتالي هنا ما هو دور المواطن، إذا كان له حقوق فما هي واجباته. في ضوء هذه العوامل جميعا يجب أن يتم بناء المؤسسات السياسية والديمقراطية أو المنظمات الكبيرة. ومن هنا فإن أحلام المصريين وأحلام الرئيس وأحلام المصريين ترتبط بهذا الحوار أو هذه المجموعة التي تشكل الحوار الوطني، بحيث تضع رؤية تنموية أو تصور لرؤية الدولة خلال 50 سنة القادمة، وبالتالي في هذه الحالة نحقق حلم الرئيس في بناء الجمهورية الجديدة، ونحقق أمال المواطن في أن يعيش حياة كريمة في ضوء اقتصاد قائم وفي ضوء توظيف العمل. ليه؟ لأن إحنا كمجتمع مصري أو الدولة المصرية تمتلك مقومات الدولة المعاصرة باعتبارها أقدم دولة في التاريخ، ولديها أكبر مخزون رأس مال بشري. هذا الأمر يجب أن يتم توظيفه بشكل كامل، ومن هنا يجب بناء المؤسسات التي تقوم على توظيف الموارد البشرية واستخدامها، وأيضا توظيف موارد المجتمع وتوظيف موقعه. وهذا يؤكد أن القضية الأساسية في الدولة المصرية هي بناء مؤسسات تنموية وبناء مؤسسات تعتمد على المشاركة ما بين الشعب وما بين الحكومة. أيضا يجب أن يكون هناك رسم لدور الحكومة في الفترة المقبلة، ما هي الواجبات التي يجب أن تقوم الحكومة في ضوء الاقتصاديات التنافسية وفي ضوء الدولة المعاصرة، وأيضا يجب ما هو دور الحكومة في ضوء بناء الحكم الرشيد على أساس أن يكون هذه الحكومة تستطيع أن تنفذ القوانين. وهنا يجب أيضا توضيح أو وضوح الصورة الاقتصادية، ما هو النظام الاقتصادي الذي يناسب ثقافة الدولة المصرية، وما هو النظام الاقتصادي الذي يناسب بناء الدولة المصرية، وعليه ما هو دور القطاع الخاص ودور الاستثمارات الأجنبية ودور توطين الصناعة. كل دي حقيقة قضايا كبيرة جدا، وأنا شايف من متابعة الإعلام خلال اليومين اللي فاتوا أن هناك مجموعة من القضايا، أكثر من 115 قضية استطاع الحوار الوطني أو المجموعة أنها تكونها، وبالتالي في الفترة القادمة أعتقد أن المناقشات هتبقى كبيرة وأن الآراء كبيرة. وهنا يجب أن نحدد ثلاثة نقاط أساسية. أولا،
ما هي رؤية الدولة المصرية لها وما هو دورها خلال 20 أو 50 سنة القادمة؟ النقطة الثانية، ما هو دور المؤسسات وكيف تبني المؤسسات؟ وهنا في المؤسسات كيف تبنى الأحزاب وما هو دور الأحزاب وما هو دور الجديد للحزب في ضوء مجتمع منفتح وفي ضوء مجتمع تنافسي، وما هو الآثار الجانبية لسلوكيات أو مجموعات أو الجماعات اللي هي المواطنة وحقوق الإنسان، لأنه لا يجب أن تبنى الدولة المعاصرة على حقوق وواجبات، على مساهمات ومغريات. زي ما أنت تأخذ لازم تدي، لأن لا يمكن بناء دولة على أن يكون هناك أحد الناس ياخد وما يديش. من هنا يأتي قانون العمل وقانون التأمين الاجتماعي وقوانين الضمان وقوانين الحماية الاجتماعية. ليه؟ لأن أنا محتاج النهاردة في الدولة التنافسية والاقتصاد المعاصر إن أنا يكون عندي قانون عمل يحمي حقوق العامل ويحفزه على الإنتاج، كما أن له حقوق عليه واجبات. يجب أن يكون هناك أيضا كيف يمكن أن يشارك العامل، ما هو دور النقابات، هل النقابات دائما تشتغل على حساب العامل أو للحساب العامل، ولا أيضا لابد أن يكون منطلقة من رؤية تنموية للدولة. هنا لازم نحدد رؤية الدولة خلال 20 سنة القادمة، دور الدولة الجاي، ما هي وضع الدولة التنافسي باعتبار أن هناك قوى إقليمية كبيرة جدا في الدولة في العالم المعاصر وبزوغ قوى جديدة في المنطقة العربية والشرق الأوسط. كل ده لازم هنا أعتقد أن الحوار الوطني يجب أن يركز على رؤية الدولة خلال 50 سنة القادمة ودور الدولة وكيفية إحداث اقتصاد تنافسي يجعل الدولة قوة اقتصادية موجودة قائمة. ليه هذا؟ لأن الدولة تمتلك رأس مال بشري، تمتلك مقومات اقتصادية، تمتلك موقع جغرافي، تمتلك مقومات أساسية. كل ده مطلوب أن احنا نوظفها وتنطلق القوة. لذلك أن الهدف الثاني بعد بناء الرؤية كيف نطلق القوة الوطنية في داخل الدولة المصرية لتنطلق لتبني بناء وطن قوي. ليه؟ لأن هناك تحديات كبيرة تجعل من الدولة المصرية أن تكون قوة إقليمية ثابتة في ضوء المتغيرات الموجودة الحالية. نعم، أشكرك دكتور محمد الشواتفي، أستاذ الاقتصاد وعميد تجارة الزقازيق سابق. مشاهدينا، كانت هذه تغطيتنا اليومية لأبرز مستجدات الأحداث وقضايا الساعة. على رأس الساعة نشرة إخبارية مفصلة على شاشة النيل الأخبار. إلى اللقاء.